كان بالتفاصيل الإسلامية كاملة. العشاء عمر يا جماعة عاشوا، كل واحد ليه احترام دينه كما عايز، بس في النقاشات برضو أنا زي ما قلت لكم ما أفضلش الإهانة والشتيمة، وحرية الرد مكفولة للجميع. كيرو رضا صح معك. محمود صبيع كان بيألف مسيحية وبيرد على التأليفة بتاعته. صبيع بيألف المسيحية مع نفسه ويرد عليها. معلش انا هاي زي العمل اللي كان بيتم فيه سفر عسكري لسنة 2020. طب يا ريته كان اتفرج على نشيد الانشاد عندي، كان هيستريح. ما انا عندي قائمة نشيد الانشاد كل ده اتفرج عليها. بس انا شايف نفسي جوزتين ليه كلهم عايشين بره وفي رايح حياتهم مش نادي الاسلام، ما رجعتش مرة هما عايشين منين؟ ما فكرتش انت في المسلمين اللي بيسيبوا بلادهم الاسلامية اللي موجودة هنا وبيخرجوا بره ليه؟ ادوني 30 ثانية لان ضروري يا جماعة لو هتبقى مشكلة لو انا قعدت دلوقتي 30 ثانية دول. يا حبايبي يا حلوين، اقولك ليه؟ عشان هناك حضرتك الدول كلها اعتقد يعني بتصرف على اي حد في كل البلاد، وكل واحد فيهم ممكن يكون بيشتغل فبيصرف على نفسه. واخواتنا المسلمين عامة والمسيحيين واي حد بيهاكر في دول، بعض الدول، والكلام ده مش حاصل في روسيا عشان اريحك، اللي اعرفه ان الكلام ده في اوروبا في حاجة اسمها إعانة بطالة. فالناس اللي مش شغالة في أوروبا عندهم إعانة بطالة، فبياكلوا ويشربوا ويسكنوا وما بيفرقش بقى معاهم. أوروبا بقى دماغها تعبانة قوي، فبتاخد حتى متطرفين ممكن ضد المسيحية تخليهم موجودين في بلادها، وفي الآخر بتحصل فيهم مجازر في بلاد الأوروبية لأنه بيصرفوا على ناس إرهابيين من الحكومة. لكن الإخوة المسيحيين أو العابرين للمسيحية بيبقوا في أمان في البلاد دي، بيبقوا في شبه أمان على الأقل. طب ما تسأل يا أخ محمود ليه إخواتنا المسلمين بيهاجروا للبلاد دي؟ طب ما عندهم البلاد دي، ما يقدروا يروحوا في أفغانستان، يروحوا السعودية، يروحوا الشيشان يقعدوا فيها ليه؟ ليه ما بيقعدوا بيروحوا اوروبا ويتجوزوا موزز اجانب وحاجة اوعى ليه؟ عشان هيتصرف عليهم. ليه ما بيقولش كده لاخواتنا المسلمين بقى اللي بيروحوا يتصرف عليهم ليه؟ ما تقول لهم